هنراجع القصه اللي فاتت بسرعه طبعا يعني قبل ما نبتدي. It must be remembered ان في الاوبتيكال دايجرامز ده مالي لايت بيبقى جاي من ليفت تو ايه؟ تو رايت. دي معلومه كده فاكت عامه كده. او يعني موست اوف ذا ريز بيبقى جاي من ليفت سايد ناحيه الرايت سايد. واتفقنا ان احنا عشان نعرف الصوره واي صوره اي صوره بتتكون من لينس قلنا بنتكلم في ثلاثه ريز. الري نمبر 1 اللي هو الري اللي بيطلع من الاوبجكت بارلل. وقلنا ما دام بارلل وجاي من ليفت سايد يبقى هينزل فين؟ على اف 2 بالظبط، هيروح ناحيه اف 2 اهو بالمنظر ده كده. طب الشعاع الثاني اللي هو بيعدي في النودل بوينت اوف الاوبتيكال سنتر وده بيعدي ار ديفيشن تمام. الشعاع الثالث اللي بينزل في اف ايه؟ اف 1. خلي بالك بص لو عدى في اف 1 يطلع ايه بقى؟ بارلل. هيطلع بارلل. يبقى ادي الريس تتكون كده الثلاثه ريس بتاعتنا ايه؟ ادي البارلل ينزل في اف 2 تمام، وادي اللي بيعدي في النودل بوينت. طبعا شعاعين اثنين منهم يستلموا الصوره خلاص، يعني طالما الشعاعين اتقاطعوا هيبقى ده مكان الايه الايمج اللي هتتكون عندنا للاوبجكت ده. ده از ريجارد الايه البلس لينس. ريجاردنج الماينس لينس قلنا اف 2 بتتعكس، خدت بالك؟ لان هنا دي دايفرجنت رايز بتطلع اهي، ادي البارلل هتطلع دايفرجنت، لما الاكستنشن بتاعها يرجع يعدي في اف 2 بتاعتها. بس اف 2 بتاعتها خلي بالك فين؟ في الناحيه الثانيه. ادي اللي بتعدي في الاوبتيكال سنتر، دي بتعدي اند ديفيتد تمام. وادي الشعاع الثالث بقى زي ما قلنا اللي هو بيعدي بقى بالعكس الري 3 اهو، اللي هو اصلا رايح ناحيه اف 1. فهو رايح في اتجاه اف 1 بس مش هيروح اف 1، هيطلع ايه؟ بارلل. لو بناخد الاكستنشن بتاعه باكورد بالشكل ده، خدت بالك ده الشعاع الثالث بيترسم هنا كده في الدايفرجن كلاس تمام. فاهو ادي الثلاثه ريس بتاعتنا اهي زي ما انت شايف، اتفقنا؟ اهو ادي بقى مكان التقاء النقط كلها دي هنا في الحته دي، ده بيبقى مكان الايه؟ الاوبجكت بتاعنا، الايمج بتاعتنا هتتكون الاوبجكت بتاعنا في الحته دي. يبقى دي ازاي الصوره بتاعتنا بتتكون. طبعا بعد كده ابتدينا نتكلم في الايمج فورميشن، قلنا كل ما تبقى ذا كلوزر ذا اوبجكت تو ذا لينس ذا مور دي ماجنيفيكيشن اوف ذا لينس اوف ذا اوبجكت. بص بقى لو الاوبجكت كان في الانفينيتي صورته تتكون فين؟ في الانفينيتي صورته تتكون فين؟ في اف 2، لان كل دي بارل ريز كلها جايه بارل ريز، فبارل ريز تتجمع فين؟ الصوره تتكون في اف 2. يبقى لو الاوبجكت كان في الانفينيتي الصوره تتكون في اتش 2، خدت في اف 2 ولا ايه زي ما انت شايف كده؟ ايمجز فورمولا اف 2. طب لو في 2 اف اوتسايد 2 اف، بص برضه نفس القصه، 2 اف اللي هو دبل الفوكال لاين مش اف 2 بقى، خلي بالك ده 2 اف دبل الفوكال لينس اللي هو بيبقى السنتر اوف روتيشن، خدت بالك اللي هي السي بالظبط تمام؟ بص لو بره 2 اف ادي البارلل نزلت في اف 2 وادي الايه الانديفيتد معديه كده، هتروح عامله لنا اوبجكت كده بالايمج في الحته دي ما بين اف 2 و 2 اف 2، خدت بالك؟ اهي يعني ايمج فورمت بيفور 2 اف واتس ريال انفرتد سمول انج. احنا اتفقنا ايه الفرق بين الريال والانفرتد؟ الريال اقدر اخدها على سكرين، انما الفيرتشوال اي كانوت جيت ات على سكرين. طيب لو في 2 اف هتتكون في 2 اف الناحيه الثانيه، خدت بالك؟ اهي بص هتلاقي الصوره اتكونت عند 2 اف وبرضه ريال وانفرتد، خدت بالك؟ وسيم سايز بالشكل ده. طب بص لو في الاوبجكت ما بين 2 اف واف تمام، بص هتبقى بعد 2 اف بالمنظر ده كده اهو تمام. وبس هنا خلي بالك السايز بقى ايه؟ بقى لارجر تمام. طيب نيجي بقى لو عند اف هتروح فين دي؟ في الانفينيتي، لان التو رايز هيطلعوا بارلل زي ما انت شايف كده ايتش اذر، فالصوره تتكون فين؟ ات ذا انفينيتي. طب السيمبل مايكروسكوب بقى، دي فكره سيمبل مايكروسكوب على فكره، انك تحط الصوره اقل من اف على بوزيشن اقل من اف. بص اهو زي ما قلنا اقل من فوكال ديستنس، دي هتعدي في فوكال ديستنس الناحيه الثانيه، في فوكال بوينت الناحيه الثانيه، اي مديها على طول هترجع بالوا، وعدي في السنتر، عدي في الاوبتيكال سنتر واطلع على طول كده اهو تقابله في نقطه. شوف حصل ماجنيفيكيشن، خدت بالك ازاي؟ حصل هنا ماجنيفيكيشن. وخلي بالك بقى ان الاوبجكت هنا الاوبجكت الايمج ورا الاوبجكت ليه؟ اصل دي بعد شويه هنبقى نفرقها من الكورنيا. خلي بالكم انت بتبص من الكورنيا على الايريس وعلى البيوبل، بتبص من الكورنيا على الايريس وعلى البيوبل، فبتتكون فيرتشوال ايمج للايريس والبيوبل بس قدام، خدت بالك؟ يعني الاوبجكت بتاعك مين؟ هو الايريس نفسه، الايريس از اوبجكت، صورته بتيجي فين بقى؟ لقدام. فانت بالنسبه للكورنيا انت بيهايند ذا اوبجكت، يعني الايمج بتبقى بيهايند ذا اوبجكت.
هنا بالعكس، هنا بص هنا الايمج بلايند اوبجكت الثانيه كده عكس الكلام ده، خدت بالك؟ عكس هذا الكلام. تعالى بعد كده اتكلمنا في اللينس ماجنيفيكيشن، وقلنا ان احنا عندنا نوعين من الماجنيفيكيشن، حاجه اسمها لينير ماجنيفيكيشن وحاجه اسمها انجولار ماجنيفيكيشن. الترانسفيرس او اللينير ماجنيفيكيشن، الترانسفيرس او اللينير ماجنيفيكيشن، ترانسفيرس او لينير ماجنيفيكيشن بيقول لك ده الريشيو ما بين الهايت بتاع الايمج بالهايت بتاع الاوبجكت سايز. يعني انت عملت ايمج قد كده والاوبجكت كان قد كده، يبقى انت الماجنيفيكيشن اقسم التو ليفلز دول على بعض. ريشيو اوف ذا ايمج سايز تو ذا اوبجكت سايز، ذس از ذا ترانسفيرس ماجنيفيكيشن او لينير ماجنيفيكيشن. اهو يعني انت عندك الاوبجكت اهو وادي الايمج بتاعته ايه، هتقسم الفوليوم ده على الفوليوم ده يطلع لك الماجنيفيكيشن ايزر بالتكبير او بالتصغير. خدت بالك؟ ما دي برضه اسمها ماجنيفيكيشن. تمام؟ بس الكلام ده ابلايد في اللينس سيستمز زي الكاميرا والبروجيكتورز والحاجات دي، نوت يوزد ان كونجنكشن مع اللاين. تمام؟ الكالكوليشن بقى بتاع الترانسفيرس او لينير ماجنيفيكيشن، بص زي ما اتفقنا ادي الاوبجكت تمام وادي اللينس اللي احنا كنا بنتكلم عليها او بنتكلم عليها، ادي البارل راي قلنا هتطلع فين؟ في اف 2 اهي. تمام؟ وادي الشعاع اللي بيعدي في النودل بوينت بتاعتنا او البرنسبل بوينت بتاعتنا بيعدي الناحيه الثانيه، خدت بالك بالمنظر ده كده. ادي الشعاع الثالث لو انت عايز ترسمه، وادي الايمج اتكون بالشكل ده. في حاجه بقى انا لقيتها لطيفه جدا اللي هي ايه؟ علم المثلثات، حساب المثلثات. خلينا نروح لحته كده برضه عشان ما تبقاش قاعدين تعبانين. بيقول لك ايه؟ مجموع درجات المثلث كام؟ 180 درجه. تمام؟ طب لو مثلث قارن الزاويه؟ يعني 90، يبقى مجموع الاثنين دول يبقى كام؟ 90، صح؟ الضلع ده المقابل ده الهايبوتنس ده، ده المقابل للزاويه 90. تمام؟ وده سايد وده سايد. ساين بتساوي الاوبوزيت على الهايبوتنس، والكوساين بتساوي الايه؟ الادجيسنت اللي هو ده، لو احنا بنتكلم مثلا على زاويه سي الادجيسنت ايه على اتش، والتانجنت او التان خدت بالك اللي هو الاو على ايه. خلاص يبقى في عندنا الساين تمام والكوساين والتان. بص بص اهو، لو احنا بناخد زاويه ايه دي، الضلع اللي في الشارع ده اسمه الايه؟ الاوبوزيت، واللي جنب تحت جنبها دي اسمه ادجيسنت، وده اسمه ايه؟ الهايبوتنس. خلاص الساين بتاعت الانجل اللينس بتاعت الاوبوزيت على اللينس بتاعت الهايبوتنس، دي الساين. تمام تمام. الكوساين الادجيسنت على الهايبوتنس، التان او تانجنت تو ذا انجل اللينس بتاعت الاوبوزيت على الادجيسنت. تمام؟ افتكر الكلمه دي، صح كح طوع، صح كح طوع. عايز اقول لك ايه؟ ان لما تقول مثلا تان زاويه سي بتساوي الاوبوزيت على الادجيسنت، صح؟ فلما اقول تان سي هنا بيساوي تان سي هنا بيساوي تان سي هنا، مع ان شوف الاضلاع هنا ده واحد مثلا يونت وده 2 يونت، ده 2 وده 4، ده 3 وده 6، طب ما انت لو قسمت 1 على 2 تطلع نص، 2 على 4 تطلع ايه؟ نص، 3 على 6 تطلع نص. يبقى اذا في تشابه المثلثات، اذا المثلثات تشابهت بالانجل تقدر تاخد ريشيوز زي كده. خدت بالك ان تان زاويه سي في المثلث ده تساوي تان زاويه سي في المثلث الثاني، واخد بالك؟ وحيث تان هنا بتساوي او على ايه وتان هنا بتساوي او على ايه، يبقى او على ايه دي تساوي او على ايه دي. خدت بالك؟ ده اللي هو تشابه المثلثات. المثلثات تتشابه اذا كانت اضلاعها متماثله او زواياها تتطابق، يعني او زواياها تبقى متماثله. اتفقنا بقى ان الترانسفيرس لير ماجنيفيكيشن دي بتاعت اللين سيستم ونوت يوزد ان كونجنكشن ايه مع الاي، وحساباتها بتتحسب كالاتي. اهو ادي اوبجكت عمل ايمج الناحيه الثانيه. خلاص بص بقى، المسافه ما بين اللينس والاوبجكت دي هنديها يو صغيره. خلاص والمسافه بين الايمج واللينس هنديها ايه؟ الفي صغيره. تمام الفي صغيره. طب احنا بقى بص عندنا في مثلثات متشابهه دلوقتي، هنوريك. ادي بص المثلث ده، بص ده وادي المثلث ده، ايه رايك؟ مش دي زاويه قايمه ودي زاويه قايمه، صح؟ ودي بتساوي دي بالتبادل ايه؟ بالراس. فلما تقرا هذا الكلام من 180 هتكتشف ان الزاويه دي تساوي الزاويه دي، صح؟ يبقى دول متماثلين ولا مش متماثلين؟ متماثلين. وان تان الزاويه دي اكيد يساوي تان الزاويه دي، التوتان فاكر بتوع التان بيساوي ايه؟ الاوبوزيت على الادجيسنت، يعني تان دي هيساوي ايه؟ الاوبوزيت اللي هو ده على الادجيسنت اللي هو ده.
صح؟ ها؟ المثلثين دول يساووا بعض. ليه؟ مش دي زاوية قايمة هنا؟ مش دي زاوية قايمة؟ وهنا في زاوية قايمة ولا لا؟ ادي زاوية قايمة، ادي خلصنا من 90 درجة، خلاص؟ الحاجة الثانية إن الزاوية دي تساوي دي بالتقابل بالرأس. صح؟ ما دام الضلعين مشتركين معانا في الناحيتين يبقى دي فبالتالي لما تطرح دي من 90 اللي فاضلة ودي من 90 اللي فاضلة هتكتشف إن اللي فاضل هنا دي تساوي الزاوية دي. يبقى إذا المثلث الزوايا بتاعته إز السيم. خدت بالك؟ يبقى ده سيمتريكال، يعني الاثنين دول او بيسموه كونجوجيت يعني زي شبه بعض او شكل بعض متماثلين. طب لما اجيب زاويه دي مش الزاويه دي تساوي الزاويه دي؟ طب وتان الزاويه دي هو تان الزاويه دي تان تان اللي هي تي او اي اللي هي تان بيساوي اوبوزيت على الادجيسنت. خدت بالك؟ الاوبوزيت بتاعها فين؟ اللي هو والادجيسنت اللي هو في، صح؟ وهنا الاوبوزيت مين؟ او، والادجيسنت هو يو، صح؟ بص اذا الماجنيفيكيشن تلاقي ايه؟ اي على او اللي هي الايمج على الاوبجكت. ايمج على الاوبجكت دي تساوي ايه؟ ترانسفيرس ماجنيفيكيشن. ما هي الاي على او ايمج على الاوبجكت دي الماجنيفيكيشن. هتساوي يا اما يو على في او الفي على يو. خدت بالك ازاي؟ ليه؟ ما انت لما تشطب الاو خدت بالك ازاي؟ هتطلعها بره المعادله والاي تطلعها بره المعادله تطلع الفي على يو. بص اهو ده القانون بتاع الترانسفيرس او اللينير ماجنيفيكيشن. اهو بلي بقى لان بص المثلثات دي مثلثات متشابهه والزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالتقابل بالراس ايه تمام. فلما تقول اي على او هيساوي البي سمول على اليو سمول، اي على او يساوي البي سمول على اليو سمول نتيجه ان حته التان اللي احنا اتفقنا عليها وتشابه المثلثات دي. بص بقى اكزامبل للحدوته دي. بص بقى دي مساله راجل جايبها لك بيقول لك انك عندك عدسه، العدسه دي ده اليو والبي بتاعتها ايه زي ما انت شايف تمام. هو اداك بقى معطيات، قال لك اللينس باور دي زائد 4. خدت بالك اللينس باور زائد 4 تمام. واليو دي المسافه اللي محطوط عليها الاوبجكت ده كان على مسافه 50 سم وبالماينس قلنا عشان ناحيه الايه؟ ليفت سايد. خلاص؟ تمام؟ فبيقول لك احسب لنا الماجنيفيكيشن. عملنا اهي ادي ادي اللينس باور قلنا دي زائد 4. اذا اليو هنا تطلع قد ايه؟ خدت بالك ناقص 50 على 50 سم، ما هو الراجل مديها لي اصلا تمام؟ تمام. اليو باور بقى 100 على 50 تطلع ناقص 2. احنا عندنا في قانون لو انت فاكر اهو ده كان بتاعت اللي هي ايه؟ الثين لينس فورمولا دي كان اسمها ثين لينس فورمولا، 1 على يو زائد 1 على اف تساوي 1 على في. اول باور بتساوي 1 على في ناقص 1 على يو. احسبها زي ما انت عايز، لان في قانون اهو دي المعادله دي هنا خلاص؟ فهو لما جه هنا بقى ما هي بص دي قال لك الفي هتساوي يو زائد بي اللي هي البي باور اللي هي الواحد على اف دي تمام. فلما حسب زائد 4 ناقص 2 طلعت زائد 2. اذا الماجنيفيكيشن طلعت ناقص 2 على زائد 2 اللي هي الاي على او بتساوي اليو على في او الفي على يو سمول هتطلع ناقص 1. كلمه ماينس يعني الصوره ايه؟ انفرتد. خدت بالك هنا معناها الصوره انفرتد. فاهم؟